بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على برنامج تيم فيور. هو بيفيد في حاجات كتيرة جدا. ممكن تكون انت عندك كورس عايز تشرحه لعدد من الناس، فبتسطب البرنامج عندك وهم سطبوا البرنامج عندهم، وبعد كده بتشارك سطح المكتب معاهم فهم بيبقوا شايفين سطح المكتب ومتابعين، وانت تبدأ تشرح ليهم وهم بيقدروا يتكلموا معاك. يعني هم ممكن في اي وقت يقول لك لا استنى، النقطة دي مش واضحة، عيد لنا الكلام ده تاني، مفيش مشكلة. وتقدر مثلا يكون عندك مشكلة في الكمبيوتر فتشاركها مع حد هو يقدر يحل لك المشكلة ديت. تمام. طيب خلينا نشوف البرنامج. هنقول له تيم فيور، تدخل على الموقع هتلاقي زرار واحد اسمه داونلود، فتروح منزله داونلود تيم فيور، مفيش اسهل من كده. طيب اول ما بينزل تيجي هنا تكتب تيم فيور، يروح مشغل لك البرنامج. هو هنا مقسمها حاجتين، لو انت اللي هتستضيف الناس وهتوريهم الشاشه بتاعتك بتقول له برزنتيشن، وممكن تقول له انا عايز فيديو كول اتكلم معاه، او ممكن اقول له انا عايز اتكلم مع صوت بس. طيب انا دلوقتي هفترض ان انا اشارك مع سطح المكتب بتاعي، فبتظهر لي القائمه ديت وبيبدا يديني رقم. تمام. الرقم ده المفروض انا باخده كوبي وابدا ابعته للناس. تمام. طيب الناس لما يجي لهم الرقم ده يعملوا ايه؟ هيجوا يكتبوه هنا في الميتنج اي دي. اول ما يكتبوه ويقول له جوين ميتنج، الشاشه تحت تظهر عندهم، فهم يبداوا يشوفوا الشاشه ويشوفوا البرزنتيشن. طيب خليني اقول له انا عايز اعمل ميتنج تاني برزنتيشن، ببدا هنا اتحكم في الفيديو، في الصوت، في الشات، في الفاير بوكس، بحيث ممكن تتبادل معاهم الملفات. يعني انت عايز تبعت له مثلا البرزنتيشن اللي فتحها عنده، تقدر تبعتها له اي ملف تقدر تبعته هنا يوصل له على طول. ممكن اقول له انفايت كونتاكت، ممكن اقول له سند ايميل. تمام. فيروح باعت له الرابط اهوت، تقدر تاخد الرابط ده وتبعته للناس. لو هو داس على الرابط ده خلاص هيدخل عندك على طول، او يكتب الميتنج اي دي دوت. تمام. بمجرد ان هو يدوس على الرابط هيبدا يظهر معايا هنا، واقدر اتحكم هو الصوت بتاعه يشتغل او مش شغالش، يبدا يدخل معايا في مناقشه. ممكن تقول له هنا وايت بورد، بحيث ان انت تبدا ترسم مثلا بالقلم. انت عايز تشرح حاجه ف تقول له انا عايز ابدا ارسم اهوت، وتقدر تسيف الشغل اللي انت عملته دوت على هيئه صوره. تمام. البرنامج انا جربته وشغلت عليه كتير جدا، مفيد وسهل الاستخدام، وبيديك بعض الامكانيات حلوه جدا لو انت عايز تدي كورس اونلاين مع الناس. فبالتوفيق ان شاء الله.